في شوارع بغداد نزلت الدبابات لتقطع كثيرا منها وتأهب الجنود. هكذا بدت بغداد ليلة اعتقال مصلح. الجيش انتشر في المناطق القريبة من الخضراء حيث مقرات الحكومة وأبرز البعثات الأجنبية. تحرك وتحرك مضاد قامت به فصائل مسلحة كانت نيتها اقتحام المنطقة المحصنة في محاولة ضاغطة لإطلاق سراح قائد عمليات حشد الأنبار. بعض الفصائل دخل الخضراء فعلا، ويقال إنه انسحب منها بعد نشر مدرعات الجيش. الفصائل لم تقم بالكثير مما نشر في وسائل الإعلام، يقول مسؤول أمني كبير مضيفا ليو تي في: لم تقم الفصائل بأي عمل عسكري، تجمع عناصرها بالقرب من مقر هيئة الحشد الشعبي، وبعد ليلة طويلة استفاق البغداديون على نهار هادئ وحركة طبيعية. الانتشار العسكري استمر بوتيرة أخف، والحذر يخيم على الأجواء، فرصاصة واحدة قد تشعل فتيل أزمة جديدة وتحرج الدولة، وهو أمر يحاول العقلاء تجنبه مع استمرار الحكومة في التحفظ على مصلح رغم الوساطات السياسية الكثيرة.